زابينغ. نبداو الزابينغ نتاعنا اليوم يا سيدي. قالك بعد الطرح تقطيع وتريش من عند نبرة الحومة وقت اللي حطوا حبيب البلطي راجل نورة العبيدي اخت منجية العبيدي مرت لطفي زيتون مندوب في ليحة في بيجة قتلي شنو عملوا المرة هذه؟ قتل اسكت اختي ضرب صحيح المرة هذه قتلاه تراش عملوا؟ قتل اختي ما وصيدك المنصف المرزوقي حتى هو خذي بايو في العجة قالك ما حطوا له خوه هشام المرزوقي فان قنص العام في بيان في المانيا قتل ايه وشنو اخر؟ قتل سليم بن جعفر ولد عم مصفى بن جعفر حطوا قنصل في بولندا قتلي ذي أشب واحدة أختي شد عندك قتلك أخت وزير الحكومة ومكافحة الفساد عبد الرحمن لدغم للا زهرة لدغم حطوها ملحقة بالوصية في هيلينسكي في بولندا قتل أوه يا وخيتي اسأل على صاحبك استغنيش يا مطبيعة هي هي زابينغ. نمشيو للزابينغ الثاني نتاعنا. قالك فما واحد حكموا عليه بثلاث سنين حبس نافذة مع الشغل قالوا والله يبشرك بالخير الحمد لله توا تلغي خدمة ملا زهر عندي حاسين قريب تونس تولي تونس بلد المليون بطل. انا نقول خويا فرحان على خندك على خاطر عندك الزهر كان جا الزهر عنده زهر عمره ما يتحط في دبوزه. زابينغ. قالك يا سيدي المجلس التأسيسي يقدم مشروع منح التقاعد للنواب أو شهرية قارة مدى الحياة تحت شعار احنا باش نظموا مستقبلنا وانتم يا من عاش حاسيلو نقولوا له ايه ايه لا دستور لا هيئة انتخابات لا هيئة قضاة لا هيئة اعلام فما زيادة في الشهاري وانتريت وامور مبحبحة شبيك خويا قالوا مش عاجبك المجلس التأسيسي راه سيد نفسه وسلطة عليا واللي مش عاجبه يعمل اللي يحب ما قعتيت صوتك سيد توا هيت مفيت حاسيلو من الاخر يرحم والديه اللي اعطانا المثل هذا خذ من عند الشبعان اذا جيع ومتاخذ من عند الجيعان اذا جيع واللي مستنس بالحفاء ينسى صباته مع اجمل تحيات الصندوق التاسيسي للتقاعد. قالك يا سيدي واحد توريست خدي تاكسي في تونس شاف الشوفور حرق الضوء الاحمر قالوا ايه يا خويا اخي شبيك حرقت الفروج قالوا انت ما تخافش انا بروفيسيونيل. المرة الثانية سيدي الشوفير متاع تاكسي عاود حرق الضوء الأحمر قالوا يا توريست ظهر فيك انت بالحق مهبول يا اخي ما تخافش على رويحك ولي معاك قالوا الشوفير متاع تاكسي ما تخافش يا ولدي راني بروفيسيونيل. المرة الثالثة جاء ضوء اخر يا اخي اخضر يا اخي الشوفير وقف قالوا والله انت باش تهبلني يا اخي شبيه الضوء اخضر وانت واقف قالوا نجم يكون واحد بروفيسيونيل جاي من هوني ولا من غادي الله اعلم.